عايز مش عايز تلعب كرة مع بيرسي؟ ينفع؟ ينفع؟ ينفع ولا صعب؟ As you like. ممكن نجيب كرة نباصي كده؟ اقدر اروح اجيب لكم الكرة حالا يعني بعد اذنكم يا شباب. ممكن الكرة؟ ماشي. يلا تعال عشان نوري الناس كلها ان احنا لعيبه جامده وهنلعب مع بيرسي تاو. ها ايوه بقى خلي بالك على هنا. خليك هنا بيرسي. يلا استنى. ايوه اوكي ثانيه بقى شوتش جامد عليه خلي بالك عشان هو ما بيعرفش. هتشوت جامد. ها ايوه هوبا. خش عليا. على مال تعالى هنا عشان تعالى هنا عشان النور. تعالى هنا عشان النور عشان الناس تشوف. بص هنا بص. انا ما بعرفش العب خلي بالك اصلا. يلا ايوه لا 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 تسكح حلوين. حلو ده حلو قوي. طيب انا بحب بيرسي اصلا. انت بتحب بيرسي وتحب النادي الاهلي كله بقى؟ كله طبعا بحب الكابتن قفشه، بحب الكابتن مروان. بحبكم كلكم والله. تعالى بقى هنا جنبي. تعالى جنبي هنا. تعالى جنبي حضرتك هنا. هنلعب مع بعض. يعني الحقيقه النهارده زي ما حضراتكم شفتوا انا بشكر جدا بيرسي تاو النهارده على تحمله للساعتين دول ان هو يبقى موجود معانا وان هو يوافق على كل هذه الامور. انا بشكره جدا. شكرا بيرسي تاو على وجودك معانا النهارده وارجو ان تكون الحلقه عجبتك والناس كلها مبسوطة. يعني احنا تريندنج رقم واحد في مصر في ظل وجود حاجات كتيرة جدا جدا جدا، ماتش برشلونة وانترفيوز اخرى، ولكن في النهاية بيرسي تاو رقم واحد في مصر دلوقتي. اكيد اكيد. فانا بشكرك جدا يا بيرسي تاو على وجودك معانا النهاردة. ان شاء الله ان شاء الله نحتفل يوم 22 بالسوبر الافريقي. ان شاء الله. ان شاء الله يعني. ان شاء الله. السوبر. ثانك يو. مهند انا بشكرك جدا يا حبيبي على وجودك معانا النهاردة. معلش اخرناك معانا. اخرناك معانا النهارده ومبسوطين ان انت معانا جدا. ده انا والله اللي مبسوط جدا. ممكن تبص هنا عشان بيرسي. انا كنت مبسوط جدا ان انا كنت مع كابتن بيرسي وكنت مع حضرتك. ربنا يخليك يا حبيبي. وبحب النادي الاهلي جدا. هو بيتنا الكبير، هو بيتنا الاول والاوحد. يعني شكرا بجد. شكرا. احنا اللي بنشكرك. ودايما هتكون معانا على طول الفتره اللي جايه ان شاء الله. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. دي كانت حلقه النهارده. بيرسي تاو الجوهره السمراء موجود معانا النهارده او كان موجود معانا النهارده بالفعل. الحقيقه اسئله حضراتكم كانت كتيره جدا جدا جدا. هو كمان مهند عايز يغني اغنيه. غني يا مهند اتفضل. الاهلي سنيه. انا اسف. راحت خالص. الأهل القمة اسم على مسمى قلبي وفهمي بتشجيع ومتبالى. جميلة جدا جميلة. صوتك جميل. شكرا جزيلا لحضراتكم. انا بشكركم شكرا جزيلا. ان شاء الله نلتقي مع حضراتكم في البيت الكبير مره اخرى يوم الاحد القادم. بشكركم على وجودكم معانا. اتمنى تكون حلقه النهارده عجبتكم. شكرا جزيلا.